بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم العينات التي درستها في السابق في مختبري. طبعا هذه أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري، أحد الديدان البحرية التي تعيش في قاع البحر مثل ما تلاحظون. طبعا تتميز هذه الدودة البحرية بأنها تعيش في على حواف الشواطئ البحار، وتكثر يعني في الرمال الخفيفة أو الغير سميكة، كونها يعني تحفر جحور داخل الرمال. طبعا تبيض بنسبة لا تقل عن 60 بيضة تقريبا، وعادة تفقس البيوض بسرعة، يعني لا تأخذ وقت، تقريبا من أسبوع إلى 14 يوم تقريبا. وأنا أنصح الباحثين بدراسة يعني اللافقاريات، ويعني تكثيف البحوث في هذا المجال. راح نعرض لكم أيضا عينات أخرى، مثل هذه العينة عبارة عن بعض الصخور التي أخذتها من أحد الجبال المتواجدة في جبل قارة مثل ما تلاحظون، عبارة عن صخور قديمة جدا طينية، ويوجد فيها حفريات صغيرة بسيطة جدا، وأيضا اكتشفت فيها بكتيريا قديمة كانت تعيش في السابق. وممكن تلقون يعني حفريات نادرة في هذه العينات. يعني أيضا هذه أحد العينات التي درستها في السابق، عبارة عن تليف في الأنسجة الخاصة بالوردة التي زرعتها. طبعا درست الفطريات والبكتيريا أو الأمراض المتواجدة فيها، وفصائل من الديدان التي تعيش في هذه الوردة بعد التليف النسيجي لها. طبعا هذه أحد تجاربي أيضا على الوقود الحجري، وطبعا درست الوقود وسويت بحوث كثيرة جدا في الوقود، ودرست يعني أشياء معقدة جدا داخل هذا المجال. وراح نعرض لكم تجارب جديدة في مجال يعني المفاعلات الحيوية الخاصة بالطحالب. أيضا هذه أحد الحشرات التي درستها في السابق، اسمها M44 مثل ما تلاحظون، وطبعا تم دراستها وتشريحها وكتابة كتاب كامل على هذه الحشرة. وأنا أنصح علماء علم الحشرات بدراسة وتكثيف الجهود في دراسة الحشرات مهما كان نوعها. يعني هذه أحد التجارب التي سويت عليها يعني بحوث كثيرة جدا من ناحية الميكروبيولوجي مثل ما تلاحظون. هذه عبارة عن خلايا طحالب وبكتيريا وتنوع بيولوجي إيكيولوجي في نوع الفصائل، لقيت لا يقل عن أكثر من 30 نوع من الأحياء الدقيقة المجهرية في منطقة درستها في السابق. طبعا هذه أحد التجارب على مستوى الطفيليات والميكروبات الطفيلية مثل ما تلاحظون. طبعا هذه العلب لا أستطيع أن ألمسها حاليا، كونها يعني ممكن تكون فيها جراثيم خطيرة جدا، لكني عرضتها لكم، وممكن تلقون يعني
بكتيريا وميكروبات كثيرة جدا في البرك المائية، كوني أخذتها من بركة مائية بسيطة جدا مثل ما تلاحظون. طبعا هذا القسم الثالث في عرضي للعينات، وإن شاء الله راح نعرض لكم القسم الرابع قريبا.